تعد نظم المعلومات الجغرافية أحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التراث والسياحة في عمليات التخطيط والتنمية وحماية التراث الثقافي في سلطنة عمان، كما تلعب دوراً محورياً في إنتاج الخرائط الورقية والرقمية في قطاع التراث والسياحة، وتتعدد برامج ورخص نظم المعلومات الجغرافية التي تستخدمها الوزارة فيما يتناسب مع احتياجات العمل المختلفة، وتتيح هذه الأنظمة جمع وتحليل البيانات المكانية بشكل دقيق وإنشاء قواعد بيانات جغرافية تعد جزءاً أساسياً في إدارة نظام الخرائط بشكل دوري، مما يسمح تحديث المعلومات بسرعة ودقة. نظم المعلومات الجغرافية بوابتك لآفاق أوسع.